يعني شغلنا شاغل، فيروس كورونا، كل حكينا على كورونا، افتتاح المدارس ونحن خايفين ومرعوبين انه في كورونا ولا ما في كورونا، رح يتجدد او رح ينحسر بهذا الوقت مع بداية فصل الشتاء. كيف رح يكون الوضع؟ رح نحكي اكثر عن فيروس كورونا وعن طريقة التعامل مع اطفالنا وتوعيتهم وتثقيفهم بشكل اكبر مع بداية العام الدراسي، ونطلع اكثر وهيك شوي نهدي حالنا ونهدي نفسنا من وسواس فيروس كورونا. رح نحكي اكثر مع الدكتور وائل الدغلي، اخصائي بامراض الاطفال ورئيس برنامج التثقيف الصحي بمديرية صحة دمشق. صباح الخير صباح دكتور. صباح الخير، يسعد صباحكم. الله يسلمكم. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. بالبدايه دكتور، خلينا نعرف بسوريا تحديدا، هل بدا فيروس كورونا بالانحسار ام الانتشار برايك؟ هلا نحن اذا بدنا نكون دقيقين، نحن عم نرصد دائما واقع المشافي بصحة دمشق بالقطر بشكل عام. نحن لاحظنا من اسبوعين او اكثر من اسبوعين، حوالي 3 اسابيع، لاحظنا تناقص بعدد المراجعين بالحالات اللي مشتبهه بكورونا، لاحظنا تناقص بعدد القبولات اللي عم تدخل على المشفى بهالحاله هي بالذات، لاحظنا كمان تناقص بعدد القبولات الحالات الحرجه او بنسميها قبولات العنايه المشدده بسبب الفيروس. ولاحقا مشكلتنا انه الحصار الاقتصادي اللي صاير علينا نحن ما عم يخلينا نعمل التحاليل اللازمه او الكافيه لحتى نقرر قديش عدد الحالات بالقطر. بس اذا نظرنا من هالزاويه، من زاويه المشافي، فعلا يعني في تناقص بالاعداد، هذا بخلينا ما نقول انه في تراجع او انحسار، ممكن نقول انه في تسطح مبدئيا للمنحنى الوبائي، ان شاء الله لاحقا بصير في تراجع وتراجع ملحوظ اكثر ان شاء الله. وحتى الناس صارت اكثر وعي، يمكن اي عارض عم يصير عند الناس عم يحجروا حالهم بالبيت، وهذا الشيء عم يحميهم وعم يحافظ على صحتهم وصحه الحواليهم. دكتور، يعني هلا نحن بلشنا العام الدراسي الجديد وكلنا خايفين على اولادنا، نحط لهم الكمامه ولا لا؟ ونحن بنعرف اصلا بالوقت الطبيعي لما بنروح على المدرسه بتصير معهم حالات من الجريب، من الحراره المرتفعه للاطفال. خلينا هيك نعرف كيف نحن فينا نحمي اولادنا ونوعيهم مشان ما ينتقل فيروس كورونا. هلا بالنسبه للنصائح الارشاديه اللي اطلقتها منظمه الصحه العالميه، رأيت انه تحت الاطفال اللي تحت ال 11 سنه لا يمكن انه هن يستعملوا الكمامه بشكل صحيح، وبالتالي حتتحول الكمامه من شيء وقايه لهم لاحيانا هو مسبب للعدوى. فنحن يعني بالنسبه لنا طلاب الحلقه الاولى يعني للصف الخامس او الصف السادس لا يمكن استعمال الكمامه بالشكل الصحيح الا اذا كان الطفل مدرب يعني وتدريب يعني جيد. فلذلك ممكن نحن بالحلقه الاولى نستغني عن موضوع الكمامه. لاحقا بالحلقات الثانيه او بالطلاب الاكبر عمرا لازم يكون في استعمال الكمامه. دائما نحن بنحاول نقول لهم للامهات يعني لطلاب المدارس انه الطفل مثلا يستعمل الحمام قبل ما يروح على المدرسه مشان ما يستعمل الحمام العام بالمدرسه، يخف من حالات الاصابه بالكوفيد 19 وبامراض ثانيه اخرى. نزوده نحن بعلبة معقم، نعلمه انه هو يستعمل مناديل، نعطيه مناديل كافيه، ما يسعل بش... نعلم الاطفال نحن بشكل عام انه يكون في تباعد، يعني ما لازم يحكي هو والطفل ثاني او هو والانسه، ما يكون في بيناتهم يعني متر على الاقل. هذا الشيء بيعمل وقايه مو بس للكوفيد 19، لكل شيء، يعني حتى امراض القريب والرشوحات اللي هلا بدها تكثر بالشتاء بسبب بالمدارس، وبشكل طبيعي يعني هذا الزياده بتتناقص اذا كان الطفل هيك حريص على هالموضوع. وقت يرجع من المدرسه كمان نحن بنعلمه انه يغسل ايديه، بنعزل الملابس اللي استعملها بالمدرسه والاغراض المدرسيه بمكان خاص ما تفوت معه دغري على البيت وتختلط بالموجودين. هذا الشيء يعني بيعمل وقايه ان شاء الله بنسبه كبيره. ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور، بالمدارس اللي بده يلاحظ فيها انه انتشار لفيروس كورونا، شو ممكن الاجراءات اللي تاخذوها؟ هلا الاجراءات اللي ممكن ناخذها انه اذا لاحظنا نحن انتشار، هلا اذا على مستوى شعبي او صف معين ممكن يغلق لفتره 5 ايام او اسبوع. تمام. اذا بالمدرسه ممكن تغلق هي المدرسه كلياتها بشكل عام ل5 ايام او اسبوع. ممكن يصير التدريس عبر الاونلاين؟
مشان يعني ما توقف مشكلة العملية التعليمية؟ هلا نحن لاحظنا كثير انه في انتقادات الناس لموضوع المدارس وموضوع الكفاءة يلي فيها بتأمين المعقمات والتنظيف وكذا، فهن يعني انا عم بقول اذا المدارس مثلا ما كانت يعني على المستوى اللي بدكم اياه، فكيف انا بدي امن مثلا لكل طالب منصة او لكل طالب مكان لدخول الانترنت وانا اعطيه المعلومات عبر الانترنت؟ فهذا الشيء صعب كثير يعني، والانترنت بطيء يعني، الانترنت بطيء وفي موضوع الكهرباء والتقنين وكذا، يعني ما بعرف الموضوع مو كثير ظابط ومو كثير ممكن يعني الواحد يعني ياخذ فيه، وله صعوبات ثانيه يعني. هلا كل الناس اللي عم يعملوا دراسه عن اونلاين يعني على الموضوع هذا عم يلاحظوا انه في تناقص بقدره على الفهم، في تناقص بتقبل المعلومات بالنسبه للطالب، لها مشاكلها الخاصه يعني، غير المشاكل اللوجستيه اللي نحن صعب نامنها لكل طالب، يعني مدخل انترنت، لابتوب، تاب او كمبيوتر، كهرباء متواصله، يعني الموضوع شوي معقد. تمام دكتور، ببداية تشرين نحن كلنا بنلجأ وبنعطي أطفالنا لقاح للجريب مشان ما يقربوا. اليوم هذا اللقاح هو منيح لحتى يساعد لحماية الأطفال أنه ما ينصابوا أو ما ينقلوا فيروس كورونا؟ خلينا نضوي هاي النقطة لأنه هذا السؤال كثير عم نسمعه وكثير عم نشوف أنه لقاح الجريب هو منيح أو لا. اللقاح الجريب بيقي من حالات الجريب، يعني حالات اللي بيسببها فيروس الانفلونزا، بس هو من الامور اللي تنصح فيها منظمه الصحه العالميه انه نحن هلا ما في بايدينا لقاح كورونا جاهز، فممكن نحن بهذا اللقاح نستغني عن حالات الجريب اللي بتصير واللي ممكن تشتبه بحاله الكورونا. انا بظن انه اذا كان نحن عندنا القدره على تامين هذا اللقاح واعطائه للاطفال هذا بيكون جيد جدا، لانه انا بكون على الاقل عملت له وقايه ضد فيروس الانفلونزا اللي هو بيعمل كمان بيعمل مثل ذروه او زياده بالانتشار بفصل الشتاء وبوجود المدارس. فانا بنصح انه ياخذوا لقاح الانفلونزا، ولا يقي هو من الكورونا بشكل عام، بس بيقي بامر من امراض الانفلونزا ضمن شروط ملائمه ومناسبه وتبريد صحيح. طبعا طبعا بده يكون كل الشروط الصحيه المناسبه، يعني مو معقول انا اعطي لقاح انفلونزا والوضع سيء ضمن البيت وضمن المدرسه، في دخان، ما في تهويه جيده، ما في البيت مثلا غير مشمس، هي الامور كمان بتشارك بشكل كبير. اكيد دكتور، كثير على مواقع التواصل الاجتماعي عم نشوف الامهات عم بينصحوا بعض انه اعطوا اولادكم فيتامينات معينه وبشكل يومي للوقايه من فيروس كورونا، خلينا نعرف رايك بهيك موضوع. هلا الفيتامينات كوقايه من فيروس كورونا غير موجوده وما لها اساس علمي، الفيتامينات بشكل عام. هالفيتامينات هي موجوده ضمن الطعام. نحن اذا بدنا نرفع مناعه الطفل لازم يكون عندنا تغذيه جيده متوازنه للطفل، في عندنا شروط صحيه جيده ضمن المنزل، وفي عندنا عادات صحيه جيده كمان، يعني كمان الطفل انه ينام بوقت محدد، يفيق بوقت محدد، ما في سهر، ما في اجهاد، الرياضات البسيطه هي كلها بترفع مناعه الطفل. في نحن بشكل عام من بدايه الازمه كتعليمات عامه انه اي دوله او اي قطر دخل بمرحله ازمه مثل اللي عم تشوفوا هلا، ازمه حرب، ازمه اقتصاد، ازمه كذا، ننصح نحن بالفيتامينات العامه للاطفال بغض النظر عن موضوع الكورونا، لانه قد يكون عندهم نقص مثل ما بتعرفوا نسبه الغذاء او الغذاء تراجعت شوي بالازمه، صار في صعب الحصول عليه احيانا، غير متوفر. فنحن من اول من بدايه الازمه صرنا نعطي الفيتامينات العامه للاطفال بشكل شبه روتيني. طبعا. بشكل شبه روتيني، لما اللي بده يقرنها بالكورونا فهذا الاقتران غير علمي مو موجود صحيح. تمام دكتور، كيف فينا نميز بين انفلونزا وبين الكورونا؟ لا يمكن تمييزه والله، نفس الاعراض تقريبا بيعطي، وما يمكن تمييزه غير بالمسحه، يعني برجع بقول الاختلاطات باول ايام المدرسه دائما في جريب، دائما في جريب ورشوحات، يعني في امراض كثير بتعمل ذروه بالمدرسه، يعني نحن مثلا في عندك مثلا القمل، الامل بينتشر كثير وقت ببلش المدارس، في عنا فينا نقول يا محلى الامل، صار احسن صار الجريب انه يكون امل، ولا هي في رشح، في الجريب، في حالات التهاب الكبد الانتاني يلي بسموه الريقان، يعني هي كمان بتعمل ذروه باغلب الامراض الساريه بتعمل ذروه وقت يكون في مدارس، والكورونا حيكون واحد من هون، وان شاء الله نحن نحسن نتحكم يعني ما يساوي ذروه كبيره، متوقعين نحن يعني يعمل ذروه اثناء المدارس، متوقعين يعمل ذروه ثانيه بفتره الشتاء، يعني
لانه مثل ما بتعرفوا هذا الفيروس فيروس تنفسي طبعا. وهذا الفيروس بيعمل دائما ذروه فيروسات تنفسيه بفتره الشتاء، فان شاء الله بس تكون ضمن القدره على التحكم فيها، ان شاء الله ما تكون عاليه كثير. هيك نحن متوقعين ذروات صغيره، ان شاء الله ما تكون ذروه كبيره مثل اللي مرقت. ان شاء الله صغيره تكون مثل اللي مرقت. صح اكيد ان شاء الله. دكتور خلينا النصائح اخيره لكل الاهل ولكل اللي عم يبعثوا اولادهم على المدارس ولكل طلابنا اللي فوق ال 15 سنه كمان، شو بتنصحون؟ هلا نحن بالطلاب اللي تجاوزوا الحلقه الاولى ممكن استعمال الكمامه اثناء التحادث بين بعضهم. هلا اثناء حضور الدرس ممكن الواحد يستغني عنها اذا اثرت على تنفسه، اثناء الاباحه ممكن يستغني عنها، وقت بده يقترب من انستو او بده يقترب من المعلم او من طالب ثاني لازم يستعملوا الاثنين الكمامه، هذا الشيء ضروري. تعقيم الايدين بشكل متكرر، عدم تبادل الادوات، يعني هذا القلم والدفتر وكذا، يعني عدم لمس الوجه، يعني العين والانف والفم بالايدين اللي مو معقمه مو منظفه، دائما يعني لازم نخلي معنا صابونه او معقم لانه يستعملها دائما الطالب امتى ما كان. انا بوجه نصائحي دائما كمان للمدرسين، المدرسين نحن خايفين عليهم اكثر لانه الطلاب مثل ما قلنا بالاعمار هي الصغيره عم يقاوموا الفيروس بشكل جيد الحمد لله، يعني ما عم يعطي احيانا اعراض نهائيا عندهم. فنحن بالنسبه للطاقم التدريسي خبرناهم نحن انه ممكن اذا بدها تعطي الدرس المعلم او المعلمه ممكن ما يستعمل الكمامه كونه في بعد بينه وبين الاطفال، بس اذا بده يقترب مشان يشوف دفتر مشان كذا مشان يعني يعطي تعليمات مثلا موجهه لطفل معين لازم تستعمل الكمامه، هذا الشيء المطلوب يعني للمعلمين بشكل عام. وان شاء الله يعني تكون الامور بخير، يعني احنا متفائلين يعني. وهذا الشيء انا بحب اكرر دائما انه نحن ما عم نرتجل ارتجال ولا عم نجرب تجريب، نحن هي تعليمات عالميه من منظمات عالميه، من منظمه الصحه العالميه، من منظمه اليونيسيف، انه لازم ترجع المدارس. يعني اخر تصريح لمنظمه اليونيسيف انه الجهل بيعمل ضرر اكثر من الفيروس أكيد. نفسه، فلذلك ان شاء الله تكون الامور مثل ما بدنا وبخير ان شاء الله. نتمنى الصحة للجميع وبدنا نقول الله يبعد المرض عن الكل. آمين. عم عطس أنا ما عندي كل تحسس هلا في تحسس كمان ما حكينا التحسس طبعاً والسعال التحسسي طبعاً لفترة الخريف بدأ يصير التحسس وكذا. تماماً شكراً كثير لك دكتور، بدنا نتمنى الصحة للجميع وبدنا نتمنى متابعة من أكيد اللجان المختصة بموضوع المدارس والتعقيم والوعي والتثقيف حتى نتصدى لفيروس كورونا. إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. كثير. إن شاء الله.